وجد الشارع كان بسيف، وليت نكره الشارع تمام ممسخ اللي كي نمشي نحس روحي مانيش في تونس جمله، وليت مانيش في تونس. يا ودي الماده والكياس والديار كلها روايح منتنا، روايح كاريه، روايح انسي بورتابل. والامراض المعديه ولات في تونس، احنا كنا نسمع بالقبل وبالسيبان والجرب والواحد، تو رجعنا مرشارير 100 سنه من وقت الاستعمار، رجعنا عام 40 و30. احنا كلنا مسخين تو، تطلع المترو تلقاه وسخ، تمشي للكار تلقاه وسخ، تمشي للسبيطار وسخ، تمشي للشارع وسخ، منين باش ننظف؟ والحشرات وامراض وميكروبات، وصغاركم في الشارع ولادكم في الشارع تلعب، واللي يمشي ويجي كل اتجاه ميكروبات، ولا يجي ويحرقوا الزبله، هذيك اكثر ميكروبات زمنا، اكثر فيروس تدور في البدن، هذيك الريحه اللي تشمها. سي حاجات انسي بورتابل في تونس بالمقارنه لتونس كيف كانت قبل. علاش؟ شيء يوجع القلب، بلادنا على الوسخ هذايا والحاله اللي ولينا فيها، وما نحن ضربتين يقولوا بلديه بلديه، عمرها ما كانت البلديه، البلديه بامال دفوا نغزروا لها تلم الزبله، هو يمشي منها والزبله تعاود تهبط من هنا وتهبط للشوارع. معناها ما هيش ما تظلموش بلديه وحدها. كنا قبل نشوفوا خدامه نتاع البلديه نظموا في الماده وفي الرصيف، تو ما عادش نشوفوا فيهم، ما عادش موجودين، الناس تاخذ في الشهريات البلديات وهو في دار وراكش. يلزم محاسبتهم هذوما ومتابعتهم ومراقبتهم وتوفير التجهيزات البلديه، ويلزم المواطن يساهم في حملات، مش هاو ندز في البال تعدي فيه في التلفزه، يلزم المواطن يساهم يحس بالوسخ اللي داير به. معناها تو ريتي احنا بلادنا كيفاش توسخت، ما كان رئيس البلديه رق واحد. اثنين من العمال سيدي اللي عملوا لهم تو اجراءات شطروا يخدموا شطروا ما يخدمش. رئيس البلديه ياخذ مثلا في نقولوا احنا مليون، الصانع ياخذ في 200، منين باش يكفي؟ ما يخدمش. هاك تاخذ تو المواطن يتحمل المسؤوليه كما البلديه. احنا تو في تونس نلقيو ديما في المسؤوليه كان عندنا البلديه، فهمني، البلديه لازمها تعمل كل شيء. واحنا تو راهو في تونس تو خاصه بعد الثوره، المواطنين هم اللي قاعدين يفسخوا يمسخوا في البلاد. كمثال واحد مثلا طيح حيط باش ما يجيبش معناها كاميونه ولا فهمني ولا حد يسرق 5000، يجي في برويته ويهز لوحه بحذا الكياس ولا في محطه نتاع مترو. بالنسبه لنظافه تونس معناتها يلزم يكون المواطن واعي كيما الدول المتقدمه كيما سويسرا، معناتها ما يطيش بك الدخان معناتها في القاعه، يطيشوا في الحاويه. احنا في تونس العكس نتاع ذلك، تمشي حتى 1000 متر وما تلقاش حاوية صغيرة باش تحط فيها الفضلات، باش تحط فيها جريدة، الحاوية في الحيط اللي تتعلق في الحيط في الممرات معناتها نتاع المترو ونتاع التران، معناتها الحاوية الصغيرة مفقودة. ينظف قدام محلو قبل ما يحكي على البلاد، هو كل إنسان ينظف قدام داره ديجا البلاد تنظاف، وكل واحد يلمس الشيء نتاع البوبيل نتاعه ويحطها في الحاجة نتاعها راي البلاد نظيفه. كل حومه تحافظ على النهج بتاعها تولي المدينه نظيفه، بحاول توعى من المواطن يربي حتى اولاده ما توحش الزبله. المواطن التونسي ما يزموش يطيش الاوساخ قدام داره، يمشي للحاويه 100 متر و200 متر باش يطيش، يدفع الاداءات باش للبلديه باش البلديه تنجم تشري التجهيزات. يا عباد ربي البلديات ما عادش عندها فلوس، الصندوق نتاع القروض البلديات في المشاة ما عادش عنده فلوس، لازم احنا ندفعوا الاداءات باش البلديه تشري المعدات باش تحوم حملات تنظيف. اون بلوس يلزم المسؤولين في الدوله كوزير كرئيس دوله، علاش ليش قاعد يعمل المرزوقي؟ يمشي يسام في حملات، يمشي يخرج من البيرو نتاعه من القصر ويمشي في حملات شبيه توعويه، حملات توعويه للنظافه. راهي تونس راهي السياحه مبنيه على النظافه، يلزم تونس نظيفه باش السياح يجيونا. راهو الوشوشه طولها ولا سنتي ونص زو سنتي. المواطن يتفرج ياسر على التلفزيون، المواطن التونسي شطرح يده في التلفزه يعدي فيها، اشترى حياته يعدي في التلفزه. لازم توعي المواطن التلفزه دي سبوت بتاع حملات نظافه، واحد يحك في لحمه، واحد ضربه الجرب، نعدي ونوري من العباد كيفاش الوسخ هذا في تونس مشى. والله لو كان نتمنى انا لو كان فما مثلا فما حمله يوميا يعمل كل بلديه منطقه نهار، انا واحده من الناس نساهم، نخرج نساهم خاطر ولينا في حاله نتاع وسخ اللي ما تتصورش. اون بلوس يلزم الاماكن هذوما اللي يلقوا فيه الفضلات خارج المدن يعملوا لهم حواجز باش المواطن مش كل مره يقرب يسكن بحذاهم يقولوا انا نسكن في المصبات تاع الزبله، تكون بعيده وثلاثة أربعة كيلومتر على مناطق العمران. المواطن يكون الفكر نتاعه معناتها ناضج وواعي، معناتها وبالاخص كيف يكون مستند من كتاب الله وسنه رسول الله، خاطر ما يعملش الحاجه هذيك، ما يلقيش بالسله هذيك بك الفضلات هذيك على خاطر معناتها كونه يعرفها حرام. ونضيف في محل ولا نضيف في الشارع راهو كيف كيف. يلزمنا نتحركوا لبلادنا، بلادنا مشات، رحنا وخرنا التالي، رحنا تخذنا، راهي تونس اتخذت من الوسخ مشات. وراهي تونس راهي بلادنا عز بلاد، ان شاء الله كل انسان يحن شويه على بلاده.